بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثالثة قسم هندسة تقنيات المضخات الكلية التقنية المسيرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا اليوم إن شاء الله راح تكون في مادة البامب تكنيك مع محدثكم دكتور عقيل عباس محمد. اليوم إن شاء الله حنتناول الشابتر 3 اللي هو راح يكون Construction Future of centrifugal pump. في البداية لو جينا تناولنا الفانكشن اوف centrifugal pump، عندنا مضخات الطرد المركزي تقوم باستلام الانرجي من البرايم موفر اللي هو راح يكون عبارة عن الالكتريكال موتور، وهذه الطاقة يتم تسليمها الى الليكويد الذي سوف يضخ بقوة بواسطة السنترفيوغال فورس. إذن الليكويد اللي حصل على هذه القوة راح يتم مروره إلى الإمبلر. عندنا هاي القوة يا أما تكون جايتنا من الأتموسفيريك بريشر أو أي نوع آخر من أنواع البريشر. إذن بهيج حالة عندما هذا الليكويد يدخل إلى الفينز أوف روتيتنج الإمبلر، فإنه سوف يتعرض إلى عملية تدوير اللي راح تكون بشكل سنترفيوغالي بواسطة الإمبلر. فإذن في حالة هذا الليكويد سوف يقوم باستلام الطاقة اللي راح تكون عبارة عن كينيتيك إنيرجي. هنا عندنا الكينيتيك انرجي منين جتني؟ جتني من الالكتريك انرجي. فاذا بهيج حاله عندنا الطاقه الكهربائيه اللي جتني من الالكتريك موتور تم تحويلها الى الكينيتيك انرجي بواسطه الامبلر، وهنا عندنا الامبلر سوف تقوم بتسليم هذه الطاقه الى الليكويد. فاذا بهيج حاله عندنا الليكويد سوف يقدر الامبلر بسرعه عالية، أي أنه تم تحويل الكينيتيك إنيرجي إلى فيلوسيتي إنيرجي، ومن ثم هذه الفيلوسيتي إنيرجي سوف يتم تحويلها إلى بريشر إنيرجي بواسطة الفاليوت كيسينج. فإذا عمل الفاليوت كيسينج هو عملية تحويل الفيلوسيتي إنيرجي إلى البريشر إنيرجي. ومثل ما نعرف انه الفاليوت كيسينج اللي هو راح يكون محيط بالامبلر بالكيس هنا راح يكون شو يعني مغلق بالنسبه الى الامبلر، فاذا بيجي هاي يتم تحويل فيلوسيتي انرجي الى البريشر انرجي مثل ما موضح هنا. اذا عمليه تحويل الفيلوسيتي انرجي الى البريشر انرجي شو راح تتم؟ راح تتم بصورة تدريجية نتيجة للتغير بالـ area of the volute casing، من عملية التغيير بالـ area أي بما أنه راح يكون عندي زيادة تدريجية بالـ area، فإذا في حالة velocity تبدأ تقل، ومن ثم هذه velocity اللي قلت راح تتحول إلى pressure energy، لأن مثل ما نعرف من قانون حفظ الطاقة أن الطاقة لا تفنى ولا تستحدث. فإذا بيجي حالة تتحول من شكل إلى آخر، أي تحولت من velocity energy إلى pressure energy. بالنسبة إلى الامبلر اللي راح تكون totally enclosed valued، أوكي، وتكون متصلة بالبرايم موفر عن طريق الشافت. فإذا بهيج حالة هذا هو هذا الشافت راح يخترق الكيس عن طريق سيركلر هول أو ما يسمى بالستفنج بوكس. عندنا الستفنج بوكس أو السيركلر هول سوف يعمل لي جاب ما بين الهول وما بين الشافت. فإذا بيجي حالة نتيجة لاختراق الكيس من قبل الشافت راح يكون هناك جاب ما بين الهول وما بين الشافت. فإذا لمنع عملية الووتر ليك أو عملية تسرب الماء عندنا الستفنج بوكس راح تكون ممتلئة بمادة الباكينج، أوكي، حتى هنا بيجي حالة شنو يمنع من الليك بالنسبة إلى الووتر. ومن ثم
انه هذا الشافت راح يكون supported by the bearing لعمل لمنع الانحناءات اللي ممكن يتعرض لها الشافت. فاذا بيجي حالنا راح يكون عندي bearing اللي هو راح يكون support بالنسبة لما بالنسبة الى الشافت. وبعض الحين ممكن نحتاج الى الكابلينج خاصة لما يكون عندنا البرايم موفر يبتعد مسافة معينة عن الامبلر. Flange type pipe connection are to be provided at both suction and discharge end. بعض الأحيان نحتاج إلى الفلنج construction اللي هي عملية الوصل ما بين السكشن والديسشارج بايب وما بين السكشن والديسشارج end of the centrifugal pump. Centrifugal pump ممكن يتكون من الميجر بارت التالية اللي هي الامبلر، الفاليوت، الشافت اور سبندل، ستافينج بوكس، بيرينج، كابلينج، ومن ثم السكشن اند ديسشارج اند. لو جينا اخذنا كروس سكشن دي اف تي ال اوف سنجل ستيج، وممكن نشوف هذه الاجزاء اللي ذكرناها تكون موضحة بالشكل التالي. هذا هو الكروس سكشن بالنسبه للسنجل ستيج سنترفيوغال بام. نشوف انه الووتر يدخل بالشكل التالي، يكون عمودي على الامبلر، ومن خلال دوران الامبلر يتم ضخه بشكل راح يكون راديال. فاذا بيج حاله ان الووتر راح يخرج من الكيس الفاليوت كيسينج بالضغط والسرعة المعينة نتيجة لتحويل الكينيتيك انرجي بالنسبة للإمبلر إلى الفيلوسيتي ومن ثم إلى البريشر انرجي اللي يتم تسليمها إلى الليكويد. أيضا هنا عندنا الكونكتينج شافت اللي هو يصل ما بين الإمبلر وما بين البرايم موفر. أيضا عندنا البيرينج اللي هي تمنع أو تقوم بحماية الكونكتينج شافت من العمليات البيندينج الانحناء وغيرها. اذا هنا بدنا نشوف انه الشافت يخترق الكيس بما يسمى بالستافينج بوكس، وايضا عندنا اللي يكون مملوء بماده البيكنج حتى يمنع تسرب الماء الى خارج الكيس. اذا بعض الحين لسهوله دوران الشافت ممكن الشافت يكون محمي بما يسمى بالشافت سليف. لو اخذنا مقطع بالنسبه الى الفاليوت، شوف انه لما يدخل الووتر راح يسري بسرعه معينه بهالجزء هذا، لأن تكون عندنا السرعه عاليه والاريا تكون نوعا ما صغيره. بالتدريج راح تبدا تزداد الاريا ومن ثم يقل السرعه فتتحول الى ضغط فيخرج الووتر بالضغط المطلوب حسب تصميم السنترفيوغال بوم. ايضا ممكن هنا يكون عندي الديسشارج نزل. اذا من خلال محاضرة اليوم تعرفنا الى الفانكشن اوف سنترفيوغال بامب. انا صراحة ما اريد اطول بالفيديو لانه حتى ما يصعب عليكم عملية التحميل، راح نبدا نقسم المحاضرة بالنسبة لنا الى عدة فيديوهات صغيرة حتى تكون للسهولة بعملية التحميل ومن ثم عملية فتحها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.